مبارك تعال بابا. وين بوسه؟ هاي انا شوفوها. الله يحترق قلبه. يعني انا طفولتي هنا قضيتها. رغم التهديدات بعدها انضرب البيت مالتنا. بس مجرد رجوعنا لبغداد راح تتم تصفيتنا. فجروا البيت عائلتي واهلي بالنجف. إنه العراق حيث يتجول الموت في كل مكان. اسمع يا شعب شوف الظلم، انهض يا شعب، اليومية باكر بيك.